دكتورة نعيمة بناني، كاتبة. الكتاب الأول ديالي هو نهاية المعاناة، كتاب قريبا إن شاء الله غادي يكون على الحمد، وكتب أخرى غادي تجي إن شاء الله. هذه عام باش كتبت هذا الكتاب بالفرنسية، وفي هذه السنة هذه درت الترجمة في الكتاب باللغة العربية. ألوغ الكتاب سميتو نهاية المعاناة، وحقا فيه وسائل حقائق كونية ربانية، وتنعطي الكيفية ربي عطاني وتنتقاسمها مع الناس، عطاني كيفاش غنبدل هذيك النفس، لأن هي غير طاقة، المعاناة هي طاقة، كيفاش تتبدل إلى سكينة وغبطة وسرور. إذا أي واحد، أي بني آدم إذا تعلم هذا الشيء وبدا يطبقه غترجع في متناول. الحمد لله، الحمد لله، لأنه توزع من بعد الصالون ديال 2023 ديال الكتاب، توزع في المغرب كامل، ودابا عاوتاني مستقبلا غادي نوزعوه مع دار الثقافة، وغادي تلقاوه الناس في المغرب كامل، وغادي يلقاوه في امازون. حنا دابا انا كندير معاهم ان كونترا دابا باش يبدا يتباع في امازون ان شاء الله. وكاين اقبال، الحمد لله كاين اقبال، وكاينين الناس اللي قراوه ورجعوا لي الاحاسيس ديالهم، كيفاش تحسوا بواحد السكينه كتغمرهم، كيفاش حتى شي امور ديال الحياه اللي كانت معكسه عندهم، على ما تيقولوا معكسه، تحلات لهم، تيسولوني تيقولوا لي واش عندها علاقه مع هذا الكتاب. هذه كانت تنجاوبوا معها وتنرجعوا للحقيقه الربانيه. احنا كنخدموا على النفس، لان هذا الكتاب هي طهاره النفس او تزكيه النفس. احنا كنطهروا النفس، وربي تيغير حياتنا. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هم يعيشوا بحال اللي كنعيش انا، في واحد السعاده مفرطه، في واحد الحضره، واحد السكينه وراحه البال اللي ما كتصورش. اذا ممكن الواحد يخرج، ولكن خصنا نتعلموا، خصنا نقراو ونتعلموا، وما نكرش انا هذا الكتاب يتنشر في العالم كله، وما يكونش شي عائله اللي كتختار هذا الكتاب، ماشي حيت انا اللي كتبته، انا مسخره. لانه غادي يوصلنا لنهايه المعاناه، معناتها سكينه وراحه البال وغبطه وسرور. ونجيك للخلاصه، هو تقرب الى الله. لا راحة إلا بالله ولا قوة إلا بالله، دونك تقرب حقيقي لله. أم الأستاذة سميرة رشيد، أنا من المعجبات أو المتابعات ديال الأستاذة نعيمة بناني، دكتورة نعيمة بناني، كوتش دو في، إنسانة اللي كتاخذك في واحد الرحلة ديال الوعي، الرحلة ديال التصالح مع الذات، رحلة ديال الإنسان أنه يرجع للذات ديالو، يرجع للروح ديالو، يكون في التسامح، يكون في الاستقبال، دون لاكوي، يكون أنه واحد الإنسان اللي كياخذ الرحلة ديالو وسط التحديات، وسط التحديات الحياة، وسط الألم كتلقاه هو متصالح مع نفسه، كيقدر يتجاوزها بكل حب، بحب الله مشروط، بواحد الرجوع الله سبحانه وتعالى، يعني كل داك الشيء اللي كنلقاوه يعني عندنا في المبادئ ديالنا كنلقاو لالا نعيمة تبارك الله عليها كتعطي لنا بواحد الصورة جيدة جيدة جدا. أول شيء جيت لمعرض الكتاب مرارا، والآن جيت بالقصد باش نجي عندي أستاذة والدكتورة والعارفة بالله لالا نعيمة بناني. وعلى فكرة أول مرة تنتلقاها مباشرة، واخا أنا إكرام بناني بنت العم بعيدة جدا، ولكن تقربنا روحانيا. شي حد صفت لي الدعوة وقلت لها لابد نمشي. طبعا عنوان الكتاب مغري جدا، يعني نهاية المعاناة، أو يعني بالعبارة بالفرنسية سي لا فان لا سوفرونس، يعني لأنها كتبت بالفرنسية وتمت الترجمة باللغة العربية. ودائما تكون عنوان الكتاب بتوفيق من الله، كما كان الحال أن لقائي بالدكتورة نعيمة ليس صدفة، لأنها هي الأرواح جنود مجندة كما قال الحبيب الرسول صلى الله عليه وسلم، ما تعلق بها أتلف وما تنكر منها أتلف. كذلك العنوان تيفهم لك، أنا مازال ما قريتش الكتاب، لكن في العنوان ما يمكن
أن يعبر عن طيات هذا الكتاب نهاية المعاناة، معنى أنها كانت معاناة وهناك تجربة من المعاناة المتكررة في قصص مختلفة، وهذه القصص هي حقيقية، لكن يمكن أن نغير من شكل المعاناة إلى يعني من قرح إلى فرح، معنى أنه الحسنات يبدلن السيئات حسا ومعنا عند الله وعند العبد. فنهاية المعاناة كتاب حقيقة في عنوانه إغراء كبير، لأن الكل يعاني في هذا الوقت اللي فيه مطبات كثيرة ومعاناة كثيرة في شتى أنواعها، نفسية وروحية وجسدية وكذا، مع العلم أن الأستاذ عندها تجربة في المستشفى اللي هو وكر ديال المعاناة الصحية خصوصا، وتؤكد في كتابها الآن من خلال حواري معها في دقائق قليلة على أن هذه المعاناة هي في الحقيقة معاناة نفسية وروحية أكثرها منها معاناة جسدية، وكما هو الحال بالنسبة لمالادي ديال هذا العصر لا فيبروميالجي، وهو ما يؤكد أن الإنسان يشعر بمعاناة في جسده من الألم، ولكن في الحقيقة هو نفسي وروحي أكثر منه عضوي. فأظن بأنها كتاب مغري ويمكن لأي واحد أنه يقتنيه، والكاتبة مغربية من أرض الوطن وتشعر وتحس بمعاناة المغاربة خصوصا. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.